خلص وتقلقني خلص. انا عندي بصرح شغل ببيوت العالم وانت انت شو في عندك كل هاي كم بلوكت طالع نازل طالع كلها كم بلوك طالع نازل. انا طالع لانه خفان ما طالع بلوك. الله ياخذك يعني نفسي اجر بوجيه ان شاء الله تنقطع الكهرباء يا ابو شطاط. ان شاء الله انت تنقطعي وقسمت فيك يا ان شاء الله. لا يا ربي مولاي يعني بدانا يقطعون الكهرباء يقطعون لك انسانك وانك خلصانه مني ولكهرباء يا كهرباء اوجدت لكهرباء كهرباء. ابو شطاط هيك ما راح يمشي الحال ابدا. شبيه جنوب ها؟ انت بدك تجنني؟ والما بدي اجنن شو انت الحلال؟ انا قاعد اغني لحبيبة قلبي الكهرباء. انت شبيك؟ شنو الغايضك؟ غيران الاهل؟ انت ضل وحدة بالتلفزيون ما خنتني معه؟ وصلت فيك المواصيل عليك عجبها؟ هل وصلت معها تقولي خنتك؟ لا لا هاي الاجر مني. نشبي ناني. اشعي يا يمه او اطفي اطفي يا يمه اشعي يا يمه. ان شاء الله انت ان شاء الله انت ان شاء الله ينقطع حقك وينقطع عنك المي والكهرباء ولا يا ابو شطاط يلا اجل. لك انا شو عامل فيك؟ انا شو عامل فيك؟ ما رح اعمل فيك شيء. هدول اكيد عم يلعبوا فينا، سلام وقولا من رب الرحيم. حيكون في جني بالبيت. والمو جني مو جني هم قاعد يلعبون يعرفون انه اني قاعد اعاني من هاي الحاله، وانه اني الحاله هاي يمكن بدها يعني يعني بدها انه يعيشوني بها اكثر. يعني انا صحيح الحاله صار عندي 4 سنين. بس ما قدرت اتخلص منها يا ام جبر. يعني هلا انت ما حاولت تشوف دكتور؟ على شنو دكتور؟ على هاي الحاله اللي عم تجي. عاد والله هي سالفه والله. انت قوم تعدي اولادك فيها. عادي اولادي ليش عاطس بوجههم علي؟ الله ياخذك. اقسم بالله اني جمال والله احبك رغم عملتي. يا ولدي يا بنت الحلال. يا ابو شطاط. والبردت. لك يا ابو شطاط. انت بدك تجنني يا لا لا اسمعي. لك انت صاير عم تضحكني كثير. اسمعي والله انت زعلانة على حبك. احب ضحكتك مثل العنز يوم ضحكتك. اسمع. اي. انا ليش ما عم زك عليك كثير؟ تزكي؟ حاستك هيك. تزكي علي؟ شو هاني صغار؟ زكك هيك كثير بتروي. تستاهل يا ابو شطاط. الهي وانت جاي ما تجي الكهرباء منوم. ايش عادي اطفي. قل اعوذ برب الفلق. لا حول الله يا ربي ما حدش تعودي علي وبعدين انت ايش غايضك من الكهرباء؟ ضرتك شيء؟ والله انه ضرتك ما تنغاضي يعني كهرباء منوره لحقي هيك. هلا انت ليش عم تغير الموضوع؟ قطعت الكهرباء. شوف لقلك شغله. تعال قلك شغله. لازم انت تروح تشوف دكتور. لك بلكي عديتهم لاولادك انت او طلعوا مجانين مهابيل مثلك. والله بكره بيفضحونا بالحاله. هي لك الكهرباء. اطفي. دخت وين كنت؟ من حولي يا دياره. يا ما عاش العمر له حقه. ابو شطاط يلا. ايه انا اروح على دكتور يا ولي. انا اهلي يا ولي. أنا القصة مو مستاهلة دكتور. أنا أعرف أعاين نفسي وأشخص الحالة الآني بيها. ليش تعتز دكتور؟ يعني هالساعتين المصاري اليمنى كابين عند الشوارع ناديتيني والله ماشي هاي ألف ورقة وهي ألف ورقة وخذ أنت ألف ورقة. شو فكرتيني يا ولي؟ مخبر أني؟ أنا أعرف الحالة الآني بيها. أنا حلي الوحيد يوم تجي على الكهرباء أضل فيها. وبعدين بدي أسألك الكهرباء بالنهار كله شو كثر قاعد تجي؟ لك نحن مضروبين فيها من دي على الفاضي يعني. إيه؟ كلها 4-5 ساعات بتجي بالنهار كله موزع على كل النهار والليل. يا انت قلتيها يعني هل حلوه هاي هالمخلوقه المنوره المضويه الهيج يعني كلها قاعد تجيها 4-5 ساعات ما نقوم بواجبها ما نسهر لها ما نضحك لها ما نقول اون اوف اون اوف اون اوف الا 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 اقول لهم صوت واطي ايش عليه ليش ما نقول لهم صوت واطي. انا المشكله انه صارت عندي حاله من الاوتوماتيكيه يعني تجي الكهرباء افيق تطفي الكهرباء انا تجي الكهرباء افيق لا شعوريا حتى لو الاضويه مطفيه هيك لحالي سبحان الله احس احساسي يوم تجي الكهرباء بيزنه تدخل من هنا تطلع من هنا مثل التيار الكهربائي افيق هيك. ها
هاي الحالة عندي. يا عم شطر. اه. وانا مالتك حبيبتك. يقول اه انا على هديك الساعة. ولي على حد ايضا. يقول اه يا انا المغرب. انا المغرب. يعني انا شطر. ان شاء الله ما بتجي الكهرباء. ليك الكهرباء. اه. اشعل اشعل اطفي اطفي اشعل اشعل. لك هدول عم يلعبوا فينا. اشعل اشعل اطفي اطفي اشعل اشعل. ابو شطر. اطفي اطفي اشعل اشعل. اطفي ابو شطر اشعل اشعل لك حاج اشعل اطفي حاج اشعل اطفي هلا بيحترق بيقوم بيجي الاستاذ شادي بيغرمنا بحقه ما يغرمنا بحقه ليش حقه حقه يغرمنا بحقه نامي انت نامي ونامي نامي انت ليش ليش معذبة حالك معك ابدا لك انا انك مثل البق لا بتنام ولا بخلي حدا ينام اني بق اني بق الله يسامحك والله انت ناموس قلبي بس ما اروح عليك تعرفي ليش؟ ليش؟ تعرفي ليش؟ لانه امك وسطتني قالت لي ترى بنتي لا ما تضرب ما تضرب ابو شطر انت حباب ما بتعملها ما تضرب جبت الكهرباء اشعل اشعل لك وين رحت انت بالعتم وين؟ ها؟ ما اعرف يعني تطفي الكهرباء فورا انام اشعل اشعل طيب تعال نام ها نام او خليني نام انا نامي نامي ها انت تريديني مع حجي؟ ايه يلا نام مو بس هيك يعني انا قلقانة عليك يعني ليش قلقانة؟ هلا اذا واحد من ولادك فاق وشافك هيك بيقول بابا جن لا اله الا الله يعني انت يا بنت الحلال ليش ما تريديني افيق وانا؟ خايفة من شيء؟ قولي لي خايفة من شيء؟ لك خايفة يحترق هالسايب هاي السايب قال عن ابلش بام السايب واخت السايب وخالد السايب وبنت عم السايب امك حلوة يا هاي زين؟ واختك تروح على السوق مع ابوك زين؟ زين نامي ندسي يلا يلا لا تروح يلا شو الله يساعدني الله يساعدني بس اخ بس جيت الكهرباء يلا ابو شطر اه ما عاد ابو جيت الكهرباء ها انت طفي هالضوء مشان الوقت اللي بدها تجي الكهرباء انت ما تطفيها ما والله انت راح تضلي ورا الكهرباء الا تطفي. وينك ابو شطال؟ خذ طريق. ايه خذ طريق، تفضل. استنى. يلا يلا تحجب. ابو شطال؟ لا. ابو شطال. ولي ولي هذا يا ابو شطال. لك نايم نايم ابو شطل نايم ابو شطل ابو شطل ها وين يول جالك يول لك مو صار قلت لك خذ طريق شو بدك يا زلمه جالك يول شو بدك علينا بالليل لك ما في شيء بس بسم الله الرحمن الرحيم لك مو صار الكهرباء لك انا والكهرباء جاي لك مو صار قلت لك يا زلمه قلت لك خذ طريق شو بدك يا زلمه تغطي انت ما عم طلع عليها بعدين عم تطفي الكهرباء وعم تجي ما عم شوف شيء ما عم تطلع لا 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 جابك ليه شو تريد؟ جيت شوفك شو تقدر لك تشتاق لك جهنم الحمراء يا ولد يجي لعند حدا الساعة 2 بالليل خلاص ولك وجع لي لم قلبك يا ولد بقول لك قوم ضب اغراضك اطلع من الشركة يلا يا استاذ شادي يعني والله انت ما عاد شلونك قدر ظروفي قدر مشاعري بعدين شو قصة الكهرباء عم تطفي وتجي؟ والله انا يوم عينوني وزير للكهرباء ما انا اللي قلت لهم اشعلوا واطفوا ما الكهرباء ما زبطت اليوم شو اسوي لها يعني اروح امسك لك الكوبس تبع الكهرباء واضربه وعاكه على كتفي شو اسوي لك والله ما بعرف ايش بدي اقول لك ما معي الكهرباء بيك الكهرباء وضع مو نظامي شادي شنو تخيل؟ ليش ما اجى؟ لا ما اجى
ومشان هي تو قاعد يعني. لا ما اجى مين اجى؟ لا هي فجأة حالتي صار بدها فحص. انا عم اقول لك بدك دكتور بدك دكتور، هلا حدا من اولادك بفيق وبشوفك عم تحكي مع حالك بيقول ابوي اجى. هي شو رايك؟ اي هي روح على دكتور؟ ايه. طيب ساعتين ايش رايك؟ خلص ونهائي خلص. ايه نامي انت وانا استنى الكهرباء بس اوكي. انا شو تسوي؟ ما اقدر انا شو اسوي طيب قولي اسوي شيء؟ ما عندي. نامي انت نامي، انا ظل سهران مع حبيبتي الكهرباء خلص، وبكره اروح على الدكتور حبيبتي الكهرباء. انا راح انام. نامي وان شاء الله بكره ما في احسن. ايه انا راح اقلها للمدام تصبح على خير. يلا خليك أم نقف. دي صحيح ذكرتيني أم نقف. بلا صوت سعدو. هلا انت ايمت ناوي تحب وتطلب حب؟ بضميرك انا خرج حب؟ لك يا دوب عم بلحق حالي انه اكل واشرب ولحق حالي. شو الله بيبليني انا؟ بيبليني بصبيه وحب واتمعشى وروح واجي وخذني كافيتريات وخذني مطاعم وبدي وحدات وعبي لي وحدات وبدي رصيد وبدي هدايا وعيد الفالنتاين وعيد الشجره وعيد المعلم شو بدي بهالسيره؟ عيفيني من حالي انا كله على بعضه براسي بقى يعني فيوزي بلا ما يطقوا. يا سعدو يعني مو ضروري تحب وحده من برا، حب وحده يعني تقدر تشوفها كل يوم قريبة منك يعني. لكن بلا حب بلا بطيخ. اخ انت شو بتعرف عن الحب يا سعد؟ حب ما شاء الله يا استاذ شادي، تركنا لك الحب لك استاذ شادي، تفضل علمنا. ليش ما بتحب حضرتك؟ انا مين قال لك انا ما بحب؟ انا بحب بس حب من طرف رابع. والله انا مثلك يا شادي، بحب بس من طرف واحد. والله عن جد ولا لا؟ قال ما بيحب معني. ليش هو ما بيحبه؟ لا حب من طرف واحد يا حسره، لانه الطرف الثاني معند غبي. صوب يا طارو برا، انا ما دخلني، جيبوها ركبوها كبوها، انا ما بعرف شيء، المهم انا ما دخلني. صوب يا شو انسي حسنا، على اساس تدفئه مركزيه ومدري شو وقصص وحكايا. صابيات شو تدفئه مركزيه؟ شو انتو شركه مجانين؟ لسه روحي يا حسنه وتعي يا حسنه، روحي على المستودع وجيبي من المستودع، روحي على بيت المديره وتعي من بيت المديره. ما بعرف انا ما دخلني، خلصنا بقى يعني، انتو شركه مجانين وحلوا عني. طير ازرق طير مبرقع، طير ازرق طير مبرقع، طير مهدي صوب ازرع بالليل يا عيني بالليل. يا بتجوز يا ببكع، يا بتجوز يا ببكع، بالليل يا عيني بالليل. في صابوني بالحمام، في صابوني بالحمام، بالحمام في صابوني، بالليل يا عيني بالليل. يا بترلي يا مبترلي، يا بترلي يا مبترلي، يا مبترلي بالمرة بالليل. لا خوفتي؟ بحاسه انه سهرتنا هيك ناشفه شوي. انت حسيتيها ناشفه؟ والله ناشفه كثير. ناشفه؟ هو عم بيغني كيف ناشفه؟ ايه ناشفه حياتي، مو قصدي هيك، قصدي نقرا شعر. اها امي هيك بتتعي، اعملي لنا شي صحن فواكه. والله حياتي ظهري عم يجعني كثير، ما في. يا حبيبة قلبي سلامتك، هاي من النوم هون بالصالون عم تتكسر شلون لك؟ اي والله ممكن ممكن. احكي مع مرتك اخي تقوم تعمل لنا الشغلة ناكلة. ايه هو لازم لكي، ما شايفة ان هي وما رحت. رجال اخي رجال، بعدها على المطبخ بعدها. وينكم يا اولاد؟ اهلين عمي، تفضل لهم. نحن اجينا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ اهلا فيكم يا ابي. والله لي عندك طلب. قول. نحن جماعه عرسان، هي موضوع افتاح الباب ودخول هيك لحموله دستور، والله يعني احيانا بخطر. الله حيو حبيبي. حبيبي هن من اهل البيت. اي معلش ما شاء الله عليكم، شايفكم مزهزين ما شاء الله. شوفتك يا ابي. الله يخليك. كيفك ربي؟ اشتقنا لك مرت عمي، من امبارح الظهر ما شفناك. ايه والله يا ام صايره، اشتقنا لك كثير. خيرات الله، اشتقنا لك يا حبيبي.
بعد اخي ربك يا ابو كيفك لبي؟ والله الحمد لله يا يابي. شنو امورها؟ على كيف كيفك يا يابي؟ ما شاء الله سم عسل هو ورهف ما شاء الله زين العين. الحمد لله الحمد لله. كيف عروستنا الحلوه؟ الحمد لله الحمد لله. انا عمي وانت كيفك؟ انا منيحه بدعك سلامتك. ما شاء الله عليك يا ابي. ما بصير تدلل وحده اكثر من وحده. ما في دلال كلكم عندي سوا. ما في حد احسن كاستاني المشطي ابدا. ايه دخيل الروغ اللغه العربيه يعني يا ابي خلي لي اياها. طب نحن عم ندلل دللنا حبيبي شو عرفنا اشتقلنا يا على راسي يا مو امريني يلي بدك انت يلي بدك اياه على ذوقك يا رشاش يلا تيرش رش رش كلمان بالديار وبالرياض هي عرفت انه الرجال بالحنيه فينا شاي يلا شاي مالت اخي شاي عوام تحركي عوام حبيبي دل ما والله يا ابي رجال هيك الكلمه ما بتنيه تتنايه ان شاء الله يا ها يا هيك المشاريع يا بلا اخ يا ابو الشط صباح الخير استاذ شادي اهلين سلامات اهلين شباب ليشك عم ترد علينا من راس مناخيرك يا بي؟ يا اخي مشغول يا اخي مشغول وعندي شغل اتركني 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 بحالي اعتقني يا اسفين اينشتاين زمانك يلعن اختي اذا بقى تزبط لك شو بك نقصتني؟ ما فيك تفكر بصوت واطي يا اخي لك يا اخي انت يا حبيبي يا سعد يا عمري اتركني عم اقول لك واصلي معي لراس مناخيري ها رح اتركك تمحي تنمحي بحالك يا زلمة يا أخي أنا بدي انمحي تركني انمحي تهيني بشغلك بدي فيك أنا رايح كمل شغلي على مكتبي الله ما والقلب داعينه الإيبولا هو مرض معدي أعراضه غثيان ارتفاع لك وضربي عمل الجيران بقى غثيان ارتفاع درجات الحرارة شو؟ أيوه استخدام وسائل آخر وأدوات غير منظفة جيدا الله أهلي أبو شهود أهلين يا خلو شو حبيبي شباب؟ تعبان يا خلي الشغل؟ لك من انا ومن الشغل تعبان ومرضى طلعت قبل بوقت انصرفت لا ليش 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 خير شو صاير معك؟ ما بعرف عم بحس بدوخه قلبان معده سخنانه من الصبح حرارتي 1000 صاير ما بعرف وجسمي كله تعبان ومكسر شادي ارتاح 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 شادي ارتاح حدي تسنى تسنى هات هات ايدك لمس حرارتي ايه ايه والله في في سخونة في سخونة شكله في سخونة لا بالمرة دقيقة لمس والله في 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 حرارة طب انت مستعمل شي ادوات حدا كذا شخصت المرض شفت الدكتور راجع الطبيب يعني ما بصير اجى اليوم الدكتور اجى شو قال لك خير شو صاير معك؟ ما اعرف شو صاير معي قبل تعال عندي على عيادي شادي؟ معقول معك ايبولا؟ لك يلعن اخت الايبولا يا زلمه حتى انت لك حتى انت يا خليل خير ليش شو اليوم سووا لي حجر 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 صحي بالشركه كيفك انت؟ وجيت لعندي لهون؟ شادي انت مثل اخي بتحبني مثل ما انا بحبك مضبوط؟ يعني ما بترضى لي انا كاتب ولي سمعتي بالوسط وبتعرف لك خليل لك انت معقول انا يعني يكون معي ايبولا لك هو قريب ما في شيء حتى يعني قريب يعني معقول انا بكره اقرب قدام بدي اقعد مع المخرج اتفق معه بكره عندي توقيع بالشركه انا عندي عمل جديد هلا ان شاء الله يعني
بس انت شد الهمه يعني اعطينا شو عم بيصير احداث. ما عم تعطيني شيء احداث شو يا زلمه؟ ما عم تنقلني شيء. شو عم بيصير معكم اليوم رولا؟ كمان رولا عملت لك حجر صحي؟ لك رولا وسعد فكروا انه صار معي ايبولا والله وحبسوني يعني انت ما معك ايبولا؟ لك ما معي ايبولا وما معي شيء حبيبي ابو الشهود هالبوزي. ايه شايف ما احلاك يعني ما معي ايبولا. ما لازم يعني انت بالاخير نحن اخوه. وحتى لو معك يا اخي لو معك شو هالشغله؟ اللي صاير عليك يصير علي. لك ما معي لا ايبولا ولا شيء بس هن هن فكروا انه معي. ليش هو شو الاعراض؟ شو صايبك يا هيك؟ يعني هي ان اكدوا ولا توقعوا؟ اترك لي الموبايل من ايدك بقى. لك عم يجيني تليفونات يا زلمه. احكي لي مشان الله احكي لي شو في احداث اليوم جديده هيك صارت معكم بالشركه؟ لك ما فتت على الشركه لسه عم احكي معهم بيقوموا بيطلعوا بيتركوني. قال ما انا معي ايبولا وبيعمل ما حدا بيدخل لعندي ولا حدا بيطلع وبتاخده وبتطلع وهي قصه يا زلمه اتركني. المهم انه الحمد لله ما طلع معي ايبولا. الحمد لله الحمد لله يا اخي. انا مبسوط كثير. انا والله مبسوط لك. لك شو بالشغل؟ انت بتعرف شلون عرفت؟ شلون؟ وانا طالع من الشركه شو بدك تقول؟ قبل ما اروح على البيت عديت عند الدكتور فحصني وشافني وقال لي اطمن ما في شيء. حللت طلع التحليل طلع ما معي ايبولا. ممتاز. كان شو معه؟ ابو صفار. يعطيكم العافية يا شباب. أهلين مدام. أهلين مدام. شو هذه الحقيقة؟ رايح مشوار. سمعتوا؟ أنا رايح مشوار مع المدام. تكون شي؟ باي. باي. كم من صوت الشادي هنا؟ قلتك شو قصته الشادي؟ كل يوم شرك مرت مع المديرة؟ أكيد خابص له شي خبصة. ما بتعرفين أنت الاثنين. هيك قلتها؟ أكيد. لكن شو؟ اشتغلي اشتغلي شو بدنا في اليوم؟ بصير. الو الو اهلين عمدة. لك الله يبارك فيك يا غالي. والله تمام ماشي الحال. انت كيفك؟ لا ماني مشغول بس هيك عتبت الدنيا وعنا ضيوف هلا بدي يروحوا. ايه هلا بدي يروحوا شوي تاني. ايه مانو مطولين. رح تشغل عنا يعني؟ لك ايه شبك يا ابي عم تقرصني؟ شبك؟ ما في شيء هدول ضيوفنا الزراف. ايه يا اخي زراف مهضومين. ايه يعني تعمل لي لمية انت والشباب بمناسبة زواجي يعني هيك يعني؟ والله انا كيف شباب؟ ايه ظبط لنا الوضع وما في غير ابي قاعد عم يلك واشفيني. شبك يا ابي؟ خليني اعلي صوتي عليك. لك يلا فصل. ماشي عمدة ماشي عنا ضيوف هلا بدي يروحوا من الودع حبيبي. عتمت الدنيا. يلا سكر حياتي عروسة. يلا يلا بابا 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 مين انا اروح لك يا ابني؟ ما بدكم تروحوا يا ابني؟ ايه هلا شوي بدنا بس حتى الدنيا مشان تلاقوا ليش ما تكونوا مبسوطين معنا؟ بصير مبسوطين بابا مشان ما تنقطعوا يعني مشان البيت بيت ايه يا ابني ناموا عنا اليوم ناموا عنا والله عن جدك ناموا عنا يا ابني يا ابني والله شايفتكم انا مشتاقين لنا كثير كثير يا ابو اي والله والله ما انت عمي بس مالك ملاحظه انهم متغيرين كثير بعد الاجازه؟ ايه دخيل قلبهم ايه والله لانه نسوانهم بتاخذ العاب وحبانين ايه والله ما شاء الله عليك الله يحميك الله يسلمك. صب لك شاي. شو ليك انت عم تنكشوا لجوزي حبيبي؟ ما في شيء بس ما وقته هلا فيه يعني والله العظيم بخشتني. وبعدين بصراحه انا حابب اعرف شلون اموركم كيف احوالكم مرتاحين ممتازين يعني كيفك انت بعرفك منيح ماشي الحال هيك مبين هو بيعرفك خروب ولبي على كيف كيفك يا يابي يعني تمام المهم لكان شو ما شاء الله هو سلفتي سمن وعسل ارجيني وشك هيك شوي لا ما شاء الله عليك صحان شوي ايه رعدت خزيت العين من طبخه ترى لكان لكان يعني الامور تمام تمام يا رب
تمام ايه تمام ما في شيء انت منيحة يا ابنو خلصنا يا بفضي شراباتك والله ارحتني ما في شيء بس انا بحبك اطمن عليكم ايه يا ابي وبدي اياكم تكونوا مرتاحين اطمن عليكم العافيه يا غوالي انتوا يا اهل الغوالي ايوه يعني هيك انتوا على طول استحي يا ولد استحي شو صاير بحبني مرت عمي الله يهديك بحب اموت ان ايدك هيامو بحبها محبتك يا امو الله يديم عليكم هالمحبه يا امي ايد ابوك ما مجاتم جو ايد ابوك شوف خلاص يا امو مشان خلاص انا ما بدي انا بعرفه خلاص حبيب انا بعرفه حبيب منيح واموره منيحه اي بس ما بيمنع انك يعني تبوس ايد ابوك خلصنا يا ابي خلصنا صرت رجال وطيع امك خلاص ما بيمنع خلاص بزيارتي الجايه يعني اول ما تجي تبوس ايدها خلاص طيب لبيب قلت لي انت منيح؟ منيح يا اخي ومرتك كيف منيح؟ والله من امتي منيحة اي ما في منه ما شاء الله ما شاء الله عليك شو؟ في شي من خارج توبريني؟ في برغش بالبيت مرتك يا ابي انت برغش. حابب تحكي شي موضوع؟ حابب تفوت بالسيرة شي؟ برغش؟ في برغش بالبيت؟ ما في برغش ما لقيتوا له حل للبرغش؟ يا ابي يا ابي انت حاسس في بدمك حكي حابب تحكي شي انت؟ حابب تفوت بشي سيرة؟ حابب شي تقلنا على شي مثلا تنصحنا شي نصايح؟ لا انا والله ما رأك حابب بصراحة ايه يا ابي ايه هي ايه بدي اقول لك اقول يا ابي لازم اقول اقول يا ابي تأخر الوقت كتير اقول لبيب انت منيح؟ منيح يا ابي امورك تمام؟ ايه يا ابي ليش لك انا عم بسمع لك لبيب انك نايم هون على الصوفة انت ومرتك حبيب قل له لبيب ومرته بيناموا جوا بأوضة النوم على طول نحن مو اتفقنا انه هاي الأوضة يوم للبيب ويوم لحبيب خلاص يوم يعني ما بيصير ما بيصير لك يا أبي ما بيصير من الأول هالحكي يا عمري شو بك يا روحي شو بك عجبك هيك يا أبي عجبك شو بك يا عروس أنا قاعد عم تبكي يا أبي هلا طولي بالك يا بنتي يا بنتي يا بنتي سلامتك انا من اول شهر شهرين كنت اربع ما بعرف ما فينا ولا سلامتك يا بنتي والله سلامتك انا ما قصدي شيء انا بالعكس بدي راحتكم لك يا ابني بس من العدل والانصاف لك يا ابني اخوك لبيب كمان لازم يشوف عليك اللون كنت عامل له لبيب انا خليني اجيب لكم على عذابنا فرجه بالصالون تناموا فيها لا 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 الحكي ما بصير النوم خلص يا مو انا بصير النوم خلص يا مو خلص وصلت ما بصير انت على حق يا ابي خلص سمعنا يا ابي بعد ما بصير ما بصير خلاص شو تجيب لنا انت فجأة نحن ما هيك يجعني انا ما هيك يجعني معي يا مو شو هذا حكي انا ببيت اهلي كنت معها بتاخد هي ببيت اهلي اصلا في مجال تخلوني احكي يا جماعه يا جماعه اسمعوا اذا سمحتوا اصرا للحكي الماله طعمه وبابا وماما تاخروا ولا ما بيعود في مواصلات وعتبت الدنيا خلص يا بي انا بوعدك انا بوعدك يا بي انه خلص يوم نحن بغرفه النوم ويوم لبيب ومرته بغرفه النوم كرمالي الله خلاص لك ابني خلاص يوم هني يوم نحن هذا الحكي الصحيح صاحب البيت عاطينا البيت ونحن مستاجرينه وما بصير لك ابني مزبوط ما بصير عم يعمل لك اجاره نحن ما بصير العزم صحي على خير يا مو مثل ما قلت لكم ها ما منها سنه يا مو يلا لا انا نسيت عندي شغل من بكير يا مو منيحه حماتي والله خلينا نمشي لا خلاص الولد تقرب مش ناقوم ما بفهم يا ابي وين رحتي بكير لسه احنا لازم نمشي خلاص يلا اقعدوا يا ابي يلا يا ابي وين رايحين والله بكير قاعدين يا والله بكير حبيب ما بدي وصيه خلاص يا ابي خلاص اخوك بيدخل على غرفه النوم يوم وانت يوم الله معكم يا ابي بالله عدو خلاص لا بدنا نمشي يا ابي يا ابي والله عدو الله معكم الله معكم خاطركم الله عدو مع السلامه يلا بالله عدو سكر بابا ركما ايه ردوا عمي منيح عمي منيح ردوا يوم نحن اليوم نحن انتو يوم نحن يوم نحن يوم انتو يلا تصبحوا على خير
شو قاعد؟ قوم احكي، قوم ساوي شيء. طيب انت بدك تنامي يعني؟ شو رايك انت وين بدي نام لك؟ روحي نامي معهم اذا عم تتعبي هون. لا عم تمزح. عم يجعك ظهري؟ روح نام معهم؟ ما بعرف، انت شوفي شو بيريحك. هلا انت جوزي حبيبي، انت بني ادم طبيعي ولا مفكر بشي تاني؟ اه طبيعي، في طبيعي انا. ارجيني؟ ايه لا طبيعي، قلت لي روح نام معهم. سعد شو ليك حبيبي؟ ابقى لا تزعل اذا صرت رئيس قسم محلك، يعني لانه انا الشيء اللي عم قدمه للشرطه والافكار اللي عم قدمها انت بعمرك ما حتقدر تقدمها. لك يا اخي مين قال لك انا زعلان؟ اصلا مين قال لك انا فرحان بهالمنصب؟ لك خده تمحق انت وياه. اصلا انا شو ما اشتغلت، موظف، اذن، استاذ، دكتور، انا ناجح. خلي هالثقة بحالك لأشوف لإمتى بدها تضل تنفعك. هاي استلمت محلك وانت طلعت برا. اي خذ وقت علي هالمعاملة وبلا كر. اي فلا بكره لأدرسة. دراسة شو؟ المعاملة واضحة. شو بك استرشادي؟ حبيبي زمن أول تحول، ما ضل زمن الانحراف والانحلال، هلا في شيء اسمه دراسة معاملات وبحث فيها. الله يرضى عليك، زمن أول تحول، فهمان؟ ايه خذ هالمعاملة ووقعها كمان، تركتها الآن سرولة عندي. لمين هاي؟ للآن سرولة. إذا هيك احكي هيك من زمان. شو شايفك موقعها مباشر يا حبيبي؟ وما أحلاني ما وقعها. لك هاي للآن سرولة. بعدين أنا شفتها نظيفة. لا شفتها نظيفة يا أخي، أنا صدقتك كل الأحوال خير إن شاء الله. خير شادي رئيس القسم. لك يا أخي قوم سوي لنا كاس شاي. الله يرضى عليك يا أبو جطل، مشان أعرف ركز وطلع البيان. قول يا أخي شلون أسوي لك شاي وما عندي غاز؟ ما في مالك مصروح الغاز فاضي؟ ما لقينا غاز. دبرها يا زلمة، من حقي انه ارتاح يا اخي، انا بدي طالع صوغ بيان باسم الشعب. ويا اخي شنو بيان ما بيان؟ خربطت لي المكتب والله. انت المدام تعدمني وتعبك يعني. لك انا سأل عليك على المدام. شو قاعد تسوي؟ شو قاعد تخبص؟ عم صوغ بيان. شنو؟ عم صوغ بيان. بيان؟ اي شنو؟ بيان باسم الشعب. شلون يعني بيان باسم الشعب؟ ما فهمت. قولك يا ابو شطل. ايه هدول المنظمات الحقوقيه اللي قاعدين برا، وحقوق الانسان وحقوق الحيوان وكذا، يعني هدول بيطلعوا بيانات باسم الشعب. ايه مين وكلهم لحتى يسوقوا بيانات باسمنا؟ ما في حدا احسن من حدا. شو هني احسن مني يعني؟ انا كمان بحق لي اصوغ بيان باسم الشعب. طيب يعني اساتذه انت رح تصوغ بيان باسم الشعب؟ نعم. ايه يعني من هذا الشعب؟ الشعب انا وانت وهو ورفيقك وقرايبينك واخواتك واهلك ومعارفك، هذول الناس العالم الشعب. اه اي اي طيب يعني انت هيك من حالك تطوعت تصوغ بيان يعني هيك باسم الشعب يعني؟ هلا يا ابو شطال انا مو من الشعب؟ اي طبعا انت من الشعب. ايه فاذا بحق لي اطالع بيان باسم الشعب. إيه؟ ما في حدا احسن من حدا. شو هن احسن مني؟ بهاي بطبشك. لا لا خلص ايه يعني اساتين هني اريد افهم شغله، يعني اساتين هذا اللي قاعد تصوغ ولا شو اسمه هذا بيان، بيان البيان يعني باسم الشعب يعني. نعم يعني من هو اللي قال لك تسوي هيك شغله يعني؟ من هو؟ يعني مثلا من هو اللي قال لك انه يا ابو خالد صوغ لنا بيان؟ قولك يا ابو شطر ركز معي شوي. اي حدا ما بحب يحكي باسمه يعني. انت مثلا اعطيك مثال، انت ابو شطر. يعني ابو شطر على سنورة بحر ورمح. ايه ترضى يجي جارك مثلا ابو طلع يحكي باسمك؟ اهلو سكر تمك يقطع عمرك. ترضى جارك ابو طلع يحكي باسمك؟ شنو؟ ابو طلع يحكي باسمي هذا المعفن هذا هذا طول يحكي باسمي؟ والله العظيم انا حكي باسمي الابو بالبلد كلاب وعلى راسه وعلى راسه بالبلد وفوق. ليش يحكي باسمي؟ ما عندي لسان انا احكي باسم حالي؟ اها هلا وصلنا. اي شفت شلون؟ شو قال هاي بال؟ ما هي نفس الشيء. انت ما بتحب حدا يحكي باسمك. اي ما احب حدا يحكي باسمك. وانا ما بحب حدا يحكي باسمي. زادت يعني مثلا ايه يعني الشعب ما له تم يحكي. فاذا نحن وصلنا لبعض، مين هدول اللي قاعدين بفنادق 5 نجوم و6 نجوم قاعدين برا وعم يحكوا باسمنا واكلين همنا وعلى اساس خايفين علينا؟ شو نحن ما قلنا تم نحكي؟
نحن بنعرف نحكي. اي والله. لك؟ نحن والله انت في يعني تراك بتوزع فهم على بلد. بس يعني انا في شغله مستغربها يعني. نعم. طيب اذا انت يعني تريد انزل قرض. ايش تريد تحكي باسم الشعب. عرفت شلون؟ طيب هالساعتين منو اللي قال لك؟ يعني منو اللي قال لك انه يا ابو خالد الغالي يعني احكي باسمي؟ يعني الشعب قال لك؟ يعني انت لميت الشعب هيك هذول الشعب كلهم لميتهم هيك وقلت لهم تعالوا احكي باسمكم. قال لك ابو خالد ابو خالد هيك يعني ولا شلون؟ شغله بسيطه لك يا ابو شطر. هي شغله الموضوع له علاقه بانه انا مثلا من الشعب. إيه انت من الشعب. ولما بدي سوق بيان باسم الشعب وبدي احكي باسمه اكيد انا بروح لعم عارفي مثلا. هلا انت ايه انت رفيقي وحبيبي وصاحبي. اي والله اي والله. بتفوضني اسوق بيان باسم الشعب الا ما بتفوضني يعني. انت ليش مستعجل بحالك؟ انا شكرا يا اخي مالك هذا الشغل. ركز معي ولا تخاف. ايه الموضوع كثير بسيط. ايه نحن بنعرف بعضنا من زمان. ايه حلو. وانت بتثق فيني ولا ما بتثق فيني؟ اه انت بتثق فيني يعني. ايه اثق بك. ايه طيب هلا انا مثلا انه اذا اجى اخوي ابو شطعل بده يحكي مثلا مو فاضي زلمه في مين يحكي عنه احسن ما هدول جماعه برا يحكوا باسمنا؟ فانت مالك فاضي انا بحكي باسمك يعني. انت بتفوضني انه احكي لما بتفوضني فانا بحكي عنك احسن ما تتعذب وتتعب وبدك تعصر مخك وعندك مشكله معينه بدك تحكي فيها. فلا في مين يحكي باسمك مثلا؟ بس يعني بس حدا تثق فيه. بس يعني انا لسه ما فوضتك تحكي باسمي. لا تحكي شيء باسمي والله. لا تحكي باسمي. طول بالك ما كتبت اسمك ولا حكيت شيء يعني. انت معناتها ما بتفوضني. لا ما فوضت تحكي باسمي يا اخي. تبهدلني تحكي باسمي. ما تحكي باسمي. ما حدا يحكي باسمي. هلا هيك صارت الرفقه يا ابو شفر. يا اخي رفقه على جنب وتحكي باسمي على جنب. اي بدك تحكي باسمك والله خوف. طيب معناتها انا راح انزل ادور لعند رفقاتي اللي معارفنا اللي بنعرفهم. ايه وادور على جيراننا بالبنايه كلها. ايه واخليهم يفاوضوني انه احكي باسمه. طيب يعني انت ايش جاب لك وجع هالراس كله يعني؟ ليش تريد تكتب بيان؟ ما في ناس قاعد تحكي وناس تتفاوض وما ادري شو، انت ايش قارك؟ يا اخي انا ما بدي حدا يحكي باسمي. انا هدول الجماعه برا ما بيهموني، بالعكس هدول عم يضرونا ما عم بينفعونا. على اساس هدول قاعدين همنا وخايفين علينا، بس بالاخير نحن عم ننضر منهم. شو ناقصنا لحتى ما نحكي؟ شو ما عندنا تم لحتى نحكي؟ طيب يعني هالساعتين اسالك سؤال. تفضل. هالساعتين انت مو تكره هدول جماعه الفنادق والخمس نجوم والمدري شنو قاعد يحكون من برا باسمنا؟ طبعا كل العالم بتكره. انت هالساعتين شو فرقت منهم؟ شلون يعني؟ يعني هالساعتين اني عرفت شلون؟ ما فوضتك تحكي باسمي. ايه. وانت قاعد تقول ولو ما فوضتني احكي باسمك راح اقدر اغيرك واحكي باسم الشعب. مو؟ ايه. انت هالساعتين يعني انت وهم شو فرقتهم بعضكم؟ مو نفس الشيء؟ لا هو الموضوع مو هيك. انت فهمت الموضوع غلط يا اخوي ابو شطر. شلون؟ ايه فهمني. هذوليك عم يحكوا بس بدون درايه، بدون علم، بدون ما يعرفوا شيء. هن هذوليك مثل كأن حدا عم يسيرهم، حدا عم يقول لهم احكوا هيك بيحكوا هيك. بس انا موجود هون. انا شايف وبعرف. يعني انت قصدك انه انت عايش هموم الشعب مثل ما يقولوا. بالضبط الى حد ما. مو عايشينها. بالضبط. هن عم يحكوا قاعدين برا وعم يحكوا وهن قاعدين مبسوطين وبيشربوا وبيسهروا وروحات وجيات وبينهبوا وهو الى اخره، وبيجوا بالاخير عم يحكوا باسم هموم الشعب، باسم هموم مثلا ابو شطل. هن شو عرفهم انه ابو شطل ما عنده مازوت لحتى قاعدين همه؟ ما يعرفوا. شو عرفهم انه ابو شطل مثلا محروم؟ فهو بالعكس ابو شطل قاعد عايش الحمد لله، بغض النظر انه في شوي نقص بالمواد، في شوي نقص بالخدمات، بس هذا لا يمنع انه ابو شطل عايش مبسوط. مين وكلكم انتم تجوا تحكوا عنه وتاكلوا همه لابو شطل؟ صحيح. عرفت شلون؟ انا من هذا المبدا، فانا ما بيهمني هن برا شو بدهم يحكوا، انا لازم دافع، ما لازم ضل ساكت. يعني انت هالساعتين قاعد مثل ما يقولون تتصدى للمؤامره. بالضبط، هي مؤامره. يعني سووا المؤامره هم غادي، يعني اجتمعوا وقالوا نحكي باسم الشعب ونسوي اللي بدنا اياه والشعب يصطف اللي يروح ينحرق بمازوت. هاها. فانت هالساعتين تتصدى للمؤامره. طبعا. حلوه هي عجبتني. مو بس انا. إيه؟ لازم انا وانت وكل فرد واختي ام شطل لازم تتصدى. اهم شيء ام شطل والله بلا حفايه تطلع لهم.
ولك يا ابو شطل مو بالحفايه، هو الموضوع موضوع له علاقه بالراي بالقناعه. ايه هي القناعه، يعني لازم ام شطل وهي مقتنعه انه تفوضني انا ابو خالد انه انا احكي باسمها. بجوز ام شطل عندها غسيل تحفيظ الاولاد كذا، مو فاضي. لا ليش؟ والله ام شطل تحكي عن هذا وانا احكي عن حالي، كل واحد يحكي عن حاله، لازم كل واحد يقول بيانه. يعني مثل ما انت تكتب بيان ام شطل تكتب بيان، انا اكتب لانه ما تعرف تكتب، ولا تكتب لنا خاطر حلو، وانا اكتب بيان وكل الجيران يكتبون بيان، لازم نكتب بياناتنا. اي والله العظيم والله شغله حلوه عجبتني.